الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم أحبتي المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج أصل الصحة. اليوم لهي نتعرف على طريقة تعديل شيكن كورني. لهي نبدأ بالمقادير. بسم الله على بركة الله. لهي نقطع الجوك تقطع صغير، شوي من البرسي، نقبل الجوك نصب عليهم البهارات حسب الذوق طبعا، كدو صغيرة من موتارد، ونخلطوه، وياك يتخلط أكثر نخلطوه بيدينا، نقمسوه في نبور اليابس. ونقلوه في الزيت، وبعدين ننقله في الزيت. هذا هو شكله النهائي. لهي نقبل جواره ونديرو فيها شوي من الفاري ونصب عليها الماء ونحركه. من ثم لهي نقبل خبز التورتيلا ونقسموه على نصين ونطوه على هذا الشكل، ونقفل نهايته بفارين والماء اللي خوضنا قبل. ونكمل نفس الخطوات الباقي التورتيلا اللي عندنا، نكررها لنفس الكورني اللي عدلنا قبل. لهي نبدأ نحشوها. لهي نقبل جواره فيها شوي مايونيز وكاتشب وندهنوه به، ونديرو فيه فريت، ومن ثم نحشوها بسلاد، وبعدين نضيفو لها الديوك اللي كنا نقلو. وبهذا الشكل يعود هو شكلها النهائي. وهذه الوجبة تصلح من الوجبات اللي نطرحو للفطور، وتصلح هما اللي ساندويش يطلعو به تركشة المدرسة. وهذا هو شكلها النهائي. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وضاعف لنا ولكم الأجر. وصل الصحة.